السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هما دي مادلين او الكاب كيك اللي كيجيو اكثر من رائعين. طريقه التحضير ديالهم سهله وكذلك المكونات. تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي كاس ديال ليمون، نص كاس ديال السكر، عندي كاس ديال الزيت، جوج بيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ، هنا قشور برتقاله، هنا جوج خمارات، وحده سكر فانيليا وشويه ديال الملحه. كناخذوا دوك جوج بيضات كنزيدوا عليهم السكر، غادي نزيدوا كذلك سكر فانيليا، غنزيدوا قبيصه ديال الملح، وغادي نضربوا دوك العناصر مع بعضياتهم حتى غادي يتجانس ليا الخليط. تقدروا لما ما عندكمش طراب الكهربائي تخدموا غير بالطراب اليدوي، غير هو خصو يتخدم مزيان. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تربتو مزيان غادي نزيد هذاك الكاس ديال الزيت، وغادي نبقى نزيد بشويه بشويه وغادي نطرب. حتى غادي نكمل هذيك الكميه ديال الزيت اللي عندي كتشوفوا حتى كيتجانس ليا الخليط مزيان. هنا غادي ناخذ كذلك قشور برتقاله غادي نزيدوها، وغادي نزيدو هذا الكاس ديال الليمون. الليمون يكون بحراره المطبخ، وكذلك البيض خصو يكون بحراره المطبخ. غادي نضربو مزيان الخليط ديالنا، من بعد هنا غادي نزيد الدقيق. هنا درت جوج كيسان، كنخلط كلشي مع بعضياتو. حتى كنحصل على هذاك القوام اللي بغيت. من بعد كيف ما شفتوا غادي نزيد هنا الخميره، درت هنا جوج ديال الاكياس ما يعادل 14 غرام، وكنعاود نخلط. كيف ما كتشوفوا هنا الخليط جانس ليا وحصلت على القوام اللي بغيت. كيكون العجين كيف ما كتشوفوا بحال هكا. ماشي مرخوفه بزاف وماشي ثقيل بزاف. هنا غادي نوجدوا هذاك فين غن القوالب اللي غادي نحطوا فيهم الخليط ديالنا، وغادي نبدا نعمر هذوك الكيسان. نحاول ما نعمرهمش كاملين، نديرو غير النص. كيف ما كتشوفوا معايا حتى غادي نكمل هادو كاملين، غادي نعمرهم كاملين. وهنا غادي نكون موجد الفران ديالي مسخناه قبل على درجة حرارة 180 من الفوق ومن تحت تقريبا واحد 10 دقائق. نشعلو قبل باش عاد نجي وندخلهم. هنا كيبقى التزيين اختياري، هنا درت غير شيشه ديال الشوفان. تقدروا نتوما ديروا اللي بغيت، سواء حبيبات الشوكولا او رقائق اللوز اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه، وتقدروا لما عندكمش ما نديروا حتى شي حاجه.
هنا دابا غادي ندخل الصينيه ديالي الفران كيف ما كتشوفوا معايا، وهما كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجتهم من الفران اللي ما كياخذش الوقت بزاف، عندي ربع ساعه كيطيبوا ليا حيتاش مسخنه الفران من قبل، كيجيو رطبين بزاف وهشاش ولذان، كيبقى بالنسبه للمذاق اختياري، سواء نصوبوهم بالليمون ولا الحامض ولا تخلي ولا غير بالحليب كيجيو رائعين. المهم هو الطريقه ديال التحضير ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو مفشفشين رطبين وخفاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، ويدخل عندي اول مره وما مشاركش في القناه وعجبوا الاطباق ديالي يشارك معايا وفعل الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد. ما تنساونيش من اللايكات والتعليقات، خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.